السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أهم الأدوات اللي ممكن يستعين بيها مصمم المحتوى أو أي حد شغال بيرفع فيديوهات على اليوتيوب. في تيوب بادي ده بيفيدني كتير جدا لما برفع أي حاجة، بيبدأ يديني تلميحات لأفضل تاج ممكن واحد يستخدمها بالشكل دوت، بحيث إن أنت تزود عدد المشاهدات أو تزود فرصتك في إن أنت تطلع في محرك البحث. زائد إن هو ممكن يعمل لك زي صورة مصغرة، فهو بيديك شوية اختيارات ممتازة، يديك إمكانية إن أنت تعمل بابلش في أكتر من مكان بالشكل دوت، فبتزود المشاهدات بتاعتك. تمام، وهنشوف دلوقتي مثال عمل كده. تاني موقع مفيد جدا الاستوديو دوت يوتيوب، وده تبع اليوتيوب. لو دوست هنا هتلاقي الاختيار موجود إن أنت تدخل على استوديو يوتيوب. لو دوست على صورة مصغرة هتلاقي اليوتيوب والاستوديو يوتيوب، فتقدر ان انت تدخل وتقدر تحط الديسكريبشن والوصف بتاع الفيديو والخصائص بتاعت الفيديو، وتقدر تخش على اناليتيك تبدأ تشوف الزيارات بتاعت الفيديو ومصادر الزيارات. دي التاكس. التاكس دي انا استخدمت في بعض المواقع، بستخدم او في بعض المرات بستخدم اللي هو تيوب بادي. وانت لو دوست هنا هيبدأ يديك شوية اختيارات هتساعدك في ان انت تزود المشاهدات للفيديو. طيب بعد كده بنلاقي الموقع بتاع فيد اي كيو، ده بيشرح لك الموقع بتاعك ايه، الزيارات جاية منين وهكذا، فبيبقى مفيد برضه. ده الموقع ده اللي هو بتاع كامتازيا. كامتازيا بيفيدني كتير جدا في تسجيل الفيديو، وفي شوية إمكانيات خطيرة جدا. أنا بسجل دلوقتي بكامتازيا. ده سوشيال بلاد، بتبدأ تعمل مثلا أنا عايز أعمل سيرش على الموقع بتاعي مثلا بحيث إن أنا أعرف شوية معلومات، فهقول له افتح لي اليوتيوب بتاعي وآخد اللينك بتاع اليوتيوب وأحطه فيه، فهو يبدأ يديني اقتراحات ايه المواضيع اللي انا الناس مهتمه تقرا عنها. طبعا ده مش اليوتيوب بس، ده كمان الانستجرام والتويتر و بيحلل لك الموقع بتاعك ازدهارات جايه منين وهكذا، فهو مفيد ان هو يديك معلومات عن الموقع بتاعك او اي موقع اخر، ويقول لك مثلا ايه المواقع اللي شبيهه بالموقع بتاعك وايه الفيديوهات ومحركات البحث اللي بتيجي الموقع بتاعك، افضل حاجات ايه. يوتيوب ستوديو اللي احنا اتكلمنا عنه ممكن تحمله برضو كتطبيق عندك على الموبايل بحيث تتابع كل جديد. ده وو بوكس، ده بيعرض لي الفيديوهات والشانل بتاعت الفيسبوك، وبيديني معلومات عن بيخلي اليوتيوب يبقى موجود في قلب الفيسبوك بتاعي، يعني صفحة الفيسبوك يبقى فيه زي لينك او زرار ان يفتح لي اليوتيوب واي جديد يظهر هناك، فهو بيربطهم ببعض. ده موقع سمبيتي، ده بيختصر الرابط. لو انت عندك رابط طويل شوية فهو بيختصره لك بحيث يبقى سهل ان انت تحطه، بدل ما تقعد تكتب ده كله، لا بتكتب ايه حاجة مختصرة. ده موقع اسمه بيكسلر، ده بيساعدني في ان انا ارسم صورة مصغرة ان انا برفع الفيديو. العادي ان هو بيختار صورة من ضمن الصور اللي يعني من قلب الفيديو، انما لما انا بختار من هنا اقدر اصمم صورة معينة ارفعها تكون مكتوب فيها اسم مثلا اللقطة او كده. تيوبلر، ده بيساعدني في الدعاية للموقع بتاعي. هنا ده بيفيدني في ان انا اعمل توليد للتكست، يعني مثلا لو كتبت كلمة الصناعة عندي فيديو بيتكلم عن الصناعة، بقول له اعمل سيرش فيقول لي ايه اكتر الكلمات اللي الناس بتدور عليها وليها علاقة بالصناعة. صناعة في قطر، صناعة في مصر، صناعة في امريكا، صناعة في اليابان. طيب بعد كده هندخل على الموقع هوت سيوت، ده بيساعدني ان انا اول ما انشر اي فيديو هو اوتوماتيك يروح عامل بابلش على صفحات الفيسبوك والتويتر وهكذا، بحيث يبقى فيه لينكات وبحيث ان يبقى فيه عدد زيارات للموقع بتاعي.